عنه دلوقتي، ده اللي اتكلم، اللي دايما بيتكلم عن موضوع احمد وانتصار الزمالك على مش عارف ايه اللي دخل الاهلي في هذا الامر، لكن ماشي. كل شويه برضو بيتكلم عن امام عاشور، وزي ما قلت لحضراتكم امام عامل قلق لناس كتير، زي ما دايما بتكلم معاكم، عامل قلق لناس كتير امام عاشور. كل ماتش الحقيقه يؤدي بشكل جيد او يتالق مع النادي الاهلي، اوجاع الناس دي بتزيد عند ناس معينه، على الرغم من ان احنا لا ننظر لهذا الامر. فيقول لك اصله امام ندمان انه راح الاهلي، بيعيط امام، بيقعد يعيط يا عيني، بيقعد يعمل كده. مش عارف اعمل يعني، كيف نوضح ان امام عاشور لا علاقه له باي شيء الا الملعب؟ هو لابس تيشيرت النادي الاهلي دلوقتي، فبيحاول، ده كلام امام، بيحاول يحافظ على او عايز يبقى افضل لعيب في النادي الاهلي عشان يلعب في منتخب مصر، علشان يتالق ويبقى دايما جمهور الاهلي يحبه، فدايما بيعيط ويعمل ايده كده في الاحتفالات وبيمسح دموعه، فكهربا يخش يواسيه ويقول لك شفت دموع الندم على كهربا وعلى امام عاشور. اي كلام واي ضحك على الدقون على الجماهير يا عيني، وخلاص بلاش يا جماعه تبيعوا الوهم للجماهير، لانه للاسف في بعض الجماهير بتصدقكم طبعا، لانه نجوم خصوصا التاني يعني نجم كبير يعني. فالحقيقه يعني كلام غريب جدا جدا، لانه مثلا واحد زي امام عاشور لما تساله تقول له امام ايه رايك مع في وجودك مع النادي الاهلي، هيقول لك ايه؟ مش هيقول لك اول سنه، لا هيقول لك ايه؟ اول 3 4 شهور لعبت دوري افريقي، كاس عالم للانديه، سوبر افريقي، دوري ابطال افريقيا. معرفش الناس بتسمع عن الحاجات دي ولا بتسمعش، واعتقد ان هو بيسمع الحاجات دي في نشره الاخبار وموجز الانباء. بتقول لي امام ندمان، اصل نفس القصه بتاعت كهربا من سنتين كده او من سنه، كهربا ندمان لغايه لما ان شاء الله يبقى هداف الدوري ورجع منتخب مصر مره تانية. سمعته امبارح في مداخله بيتكلم عن ان هو واحد من افضل الاعوام اللي مبسوط بيها كهربا. معرف ما تفهمش الحقيقه لماذا دائما الناس ماشيه في هذا الاتجاه. هو فعلا ممكن بالمناسبه ممكن يبقى ندمان عن على خطوه انضمامه للنادي الاهلي، ولكن ندمان على خطوه انضمامه للنادي الاهلي انها اتاخرت، مش ان هو جه النادي الاهلي. عموما ملحوقه، لانه هيلعب كاس عالم للانديه في 2025 سواء امام وغيره وغيره ان شاء الله، يعني ربنا يديلهم الصحه والعمر يعني. فاللعيبه دي امام وكهربا تحديدا راحوا المنتخب وتم ضمهم مره اخرى، فيمكن ندمانين عشان رجعوا المنتخب مره اخرى. ولا اقول لك اندم على طول يا عم امام، ده ندمك بيجيب بطولات ويعني بيوديك منتخب مصر، ويا عم كهربا برضو اندم على طول، لان مثل هذه المواضيع الحقيقه بتصيب الكثير والكثير بالقلق. معرفش ليه الحقيقه، لكن اتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم وانتوا بتتكلموا يا جماعه. النجوم الكبيره تحديدا لما تيجي تتكلم يجب ان تتكلم كلام الناس تصدقه، مش مجرد كلام وخلاص. ثالث موضوع النهارده في